ها شباب، وكيفكم اليوم؟ جايب لكم احسن برنامج لماينكرافت. طبعا بدك تحتاجوا اجباري، رابط التحميل بالوصف. طيب هلا خلينا نبلش شباب. هلا هو التطبيق، دقيقة عشان احسن اشيلكم عليه. طبعا شباب غيرت مسجل الشاشة، ما في علامة مائي. وين ولا شباب خربطت؟ اي هون. بس انا بحتاج احط هذا مشان احط الرسم، شباب كتير يهمني. طيب انا انت بس التطبيق طبعا بده انترنت، فبتفتحه. طبعا انا عندي اخر اصدار اليوم حدث البرنامج، انا كان معي يوم حيته هيك بس رجعت جبته. هو طبعا بجنن شباب، بس في مابات وعوالم سحسن كبيرة، سنة 93، هذا 72. هلا هدول تبع المختلات اليوم، هون قائمة الخرائط يعني المابات والعوالم، و هدول الادونات. طيب شباب هدول بدين ماينكرافت محدد، يعني تبع ماينكرافت لازم يكون محدد. سكنات كمان شباب، عينوا خريطة مثلا، خريطة ايه، بس دقيقة اللي كان لازم يفتحنا على الخريطة. ايه ثانية هلا محطوط هون على اول مدري شو وعهاي. هلا انتو خلوه هيك، هلا بعلمكم. بس شباب هاي ما تغيروها، هلا هاي مثل قبل تكون. انا ما بعرف ماست داونلود، انا بخليها يعني مثل ما هي. قال تايبز لازم اول شي يفتحهم. البيانات المطلوبة شباب احيانا هيك بيسوي. بس شباب فيك انت تبحثوا عن مابات كمان وايش يعني بتعرفوا، مثلا بدي ابحث عن اذا في ماب بالايفون تأشر عنه بكرة. لا ايفون. شباب هلا بدي ابحث، ويعني التطبيق انه بدي منيح. working iPhone. طيب جر تحميل شباب، انا هلا ما اربطه على الفيسبوك. شباب بس ينربط برجع لكم. طبعا شباب انا ما ربطته، بعرف ليش ما ربط، بس طيب حمل هذا ايفون اكس. طبعا شو بدي يعني اكثر، بس هيك حمل ماب. طيب انا شو بدي، انا ما بدي غير حمل ماب، ما ضروري ماب ايفون، ما ضروري يكون هداك الكل بيستخدمه. شباب يمكن انا هداك ايفون 6 بلس، هاد يمكن احسن. شباب طيب بجرب اربطه وبكون تحمل الماب. طيب هالمرة عن جد بدي اربط، بدي احاول. يلا برجع لكم شباب. طبعا الربط صار فينا نحمله. طبعا شباب كيف بتعرفوا اذا اثبتوا ربط هيك؟ شباب فيكم تربطوه على تويتر ام جوجل زائد ام فيسبوك، انا ربطته على الفيسبوك. طبعا بصحكم احسن شيء هيك كتير سهل. شباب بكره ايفون اما بحل حسب احتمال انشر ايفون وماب. شباب طبعا انا صرت ما اتاخر شوي بنشر الفيديو وتصويره. طبعا شباب بدي اشيل هذا، هلا ما ضروري التاشير. طيب بس 60 64 لازم طبعا ننطره شباب. بس ايفون 6 بلس شباب هذا احتمال يكون فيه بلاوي شغلات اشياء. دقيقة بدي القي شاشة، بس شاشة بس يتحمل دقيقة. طيب القطلات شباب مشان فيديو بكرة. طيب يلا 95 97. طيب صار عندي اياها يعني بكل سهولة. شباب كيف بتشوفوا دائما هيك شغلات؟ بس تفتحوا على الخريطة، خريطة يلا افتحوا على الخريطة. هاي الآل مدري شو بتحاي بتغيروها، بتحطوها على الريدستون، بتنتظروا. هلا شوي بدي اعيد تحميل. هلا هدون مش هدون اول شيء، هدون شباب مش هدون ما طلعوا فين، هدون يعني بس هيك اقتراحات. ايه هون تحت بقى تبع الريدستون،
نو أشياء. أي نو شباب، أنا هون طلعت لي أشياء، هاي working طلعت بشعة كتير، وهاي التانية بشعة كتير. شباب شوفوا هون الأشياء كده الريدستونية. شباب شوفوا هاي الحاسبة. شباب يعني روعة روعة، هالبرنامج ما في أحلى منه. ده ماينكرافت طبعا. شباب طبعا اسمه ماينكرافت بي اي ماستر، مش اتحمل يعني مش تحمله هيك بس اسمه. هو فينك كمان تحمله جنب من متجر بلاي، من اي تطبيق تاني اسمه مشغل وقت يعني اسمه مشغل ماينكرافت الرئيسي، فيعني بكل سهولة. يب دور تيتش ديمو. شباب انا ما ضروري احمل في سيتس ادونس مود بي اي. طبعا شباب المودات والادونات لازم يكون عندك ماين كرافت. كيف بدي اقول لك، قلكم مثلا عينو هذا الاصدار 1.2، هلا هدول مش هدول بدك تدفع، بعرف شو هلا هدول مجانيات، بس بدي اصدار ماين كرافت غير عندي. بدهم يعني غير اصدار ماين كرافت، عرفتوا شباب؟ هلا انتو لازم يكون عندكم مثلا من الاصدارات. طيب شباب، المهم شايفه هون علامة اللعبة تحت، طبعا هون فينكم تفتحوا ماينكرافت وسيتس. شباب هلا سيتس هون انت بدك تحفظ، كتير مفيد شباب. وهون في تولت مثلا الخريطة الحالية، وفينك تغير كمان الخريطة بس ده تفتح. ايه شباب ايه شباب، هلا اذا كان لي معناتها هون لهار، هون اذا كان البقاع الاخضر معناتها هي كريه دايب. ها شباب منظور الشخص السادس، هاي معرفة شو يعني. ايه طيب بدي شغلة ما بعرف، هون حزمة العنصر. شباب هون فينك نجيبوا اي شي من ماينكرافت البي سي اضافة مثلا. طبعا بدك تكتب بالعربي، انا كنت اكتب بالعربي عينه بوا. هاي فينك نجيبوا حجر البورتال اضافة. شباب فينك اسا تسوي كتير اشياء يعني بتفيدك، بوابة كمان مفيدة، فورا بتخسر العالم بتقول انه انت عملت بوابة بلا مود. اي هون طبعا شباب ماي ادونز، هون فولينج ويندوز ما بعرف كيف، والعناصر المحددة، وهاي ما بعرف شو. شباب انتو لازم تعرفوا منيح بالاجنبي مشان تحسنوا. هون فيديو فينك تشوفوا فيديوهات لماينكرافت، بس طبعا كلها اجنبية، فصراحة انا ما هي. اذا كان عندكم سيرفرات من هون فينك تدخل اي سيرفر، بس مثلا عينو بلش شوي يطلع عم بيحمل سيرفرات واسماءهم و شفتوا شباب هلا هون هو بيفتح لكم على موقع، بعدين انت شباب انتو ما عنديش قصدي ان الدنيا غير متوفر الان. كتب لي ايه شاب هون بالمي، طبعا هون بتسجل دخولك هي ستارت جيم، هدون ماستر كلاب، هذا طبعا بدك دفع. هون ما بدنا شيء، مستخدم شرفي، شكوى، لغة مثلا، صفحة رئيسية، سكنات يعني سكنات، خريطة، مابات، وهيك شغلات، ومود بي اي اللي بيعرف، والسيتس هيك. ايه شباب هلا انا شو الباقي ما شرحت فيه. ايه هون مثلا فينك تكتب اي شي، مثلا لوكي مثلا يعني. شباب طول كتير عن اللوكي بلوك، بس هلا فينك تشوف السكنات عين في هذا السكنات، هون تبحث عن اي اسم سكن تعرفه واحتمال يطلع لك، بس هلا يعني اسمها حمل، وتكسر باك والمودات كمان.
فبشوفوا اللوكي بلوك ولوكي بلوك ولوكي بلوك، شفتوا كم مود؟ شباب شفتوا يعني شيء خرافي. ادونز لوكي بلوك. طيب شباب بدي اياها. شباب شفتوا سيتس؟ هذا ما في شيء، اكيد ما في شيء. شباب انا بعرف سيتسين طبعا، انا هيك صرت خبز ارقام بس هي عرفت. هو 1 1 4 5 والسيت ما طلع لي شيء هون موجود، لانه هذا الكل بيعرفه. 1 1 1 2 3 كمان عينه هذا بعرفه، هاي قرية برتقالية. شباب هيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى انه تشترك بالقناة وتحط لايك للفيديو، انا اكيد بدك تشترك بالقناة اذا عجبك الفيديو. اذا عجبك الفيديو ولا ما عجبك، بس شباب بكفي انه تعين على القناة، يمكن يعجبوك فيديوهات يعني نحملهم قبل. وباي.